خطوة نحو تدعيم برامجها التنفيذية جاء نزول حكومة الشمالية بكامل هياتها إلى الميادين والحقول واستنفار الجهود الشعبية والرسمية، وعلى رأس تلكم البرامج الموسم الشتوي. التركيز على الموسم الشتوي والتوسع في المساحات وحل مشاكل الكهرباء والمحروقات وآليات التحضير ومدخلات الإنتاج الأخرى وفق جداول زمنية ملزمة. التركيز على الصحة وذلك برعاية المستشفيات سيما في رئاسة المحليات، وكذلك قضايا التعليم والمياه زيرو عطش والتأمين الصحي. التركيز على إنجاح مهرجان كرمة والمهرجانات الأخرى. وتزامن مع هذه الخطوة انطلاق مبادرة المجلس التشريعي بعقد جلسة تاريخية بالمحلية الحدودية تلمسا لعدد من قضايا الناس هناك. نفس القضية أخي الوالي أخي رئيس المجلس في الألفية الثالثة نتحدث عن عوضة إطفاء، يعني أكثر من 5 حرائق وكلها أصابت المورد الأساسي في الجمارك، زرائب أو المحطات الجمركية انحرقت تباعا واحدة والأخرى، وفي آخرها تدخلت عربات وحدات الإطفاء من المعبر المصري وشكرناهم على ذلك. تتماشى القضايا والهموم في انتظار فسحة من الأمل وبراح من الانفراج يعين على قضاء الحوائج وحلول المشكلات المحيطة. السكة حديد، هذا الطريق كان يمكن يربطنا مع كل مدن السودان، الآن الطريق توقف، الطريق بقى وعر بالنسبة لأهلنا الذين يسافرون بالعربات الصغيرة وعربات البصات، وكم من الحوادث في هذا الطريق. أنا لا أقول الطريق القومي يكون لا، لكن مع الطريق القومي يكون في طريق للسكة حديد. ولعل ما تتنفس بها وادي حلفا صافرتان، الأولى للقطار والثانية لبواخر النيل، فكانت المنادات بهما حاضرة في هذا المكان. وهنا نشير إلى التوجيه الذي سبق وأن أصدره نائب رئيس الجمهورية السابق الأستاذ حسب محمد عبد الرحمن برفع درجة المستشفى إلى مستشفى مرجعي مستشفى حلفا، تعزيزا لذات التوصية التي خرجت بها اجتماعات اللجنة الفنية السودانية المصرية العليا المشتركة للمعابر الحدودية. ونحسب أن تلكم التوصية وتوجيهات نائب الرئيس ارتكزتا على الخدمة الطبية التي يمكن أن يقدمها مستشفى حلفا لآلاف العابرين والعاملين في المعابر. معابر للخير والتواصل يتوسمها إنسان وادي حلفا بتحقيق المراد وتتويج المأمول. أحمد هلال الشروق، الولايات الشمالية، مدينة وادي حلفا.